هاليلويا. كل آلة صورت ضدنا زي ما بنقرأ في سفر أشعياء وبنصدق كلمة الرب، نصدق كلمة الرب اللي في سفر أشعياء، كل آلة صورت أعدت لإزائنا تفشل، لا تنجح، لا تنجح، لا تنجح، وكل خطط لإزائنا بشرية شيطانية لا تقوم لا تكون، زي ما بيقول سفر أشعياء عن الخطة اللي كانت ضد ملك أورشليم اللي كان من الرب. وباسم الرب يسوع زي ما بيقول أشعياء 41، الرب يبقى معانا ماسك بإيدينا بيقول لنا ما تخافوش، ونختبر أن يكون أعداؤنا كلا شيء وكالعدم باسم الرب يسوع. يعظم انتصارنا، قول معايا يعظم انتصاري، يعظم انتصاري، يعظم انتصاري، يعظم انتصاري في كل الدوائر، انتصاري على إبليس، انتصاري على الشر، انتصاري على الخطية، انتصر وانتصار غير عادي، انتصار عظيم لمجد الرب. وأبدأ معك هذه الحلقة بآية من سفر أيوب أصحاح 15. سؤال وجهه أليفاز، ده واحد من أصدقاء داود، من أصدقاء أيوب، سؤال وجهه أليفاز واحد من أصدقاء أيوب وجهه إلى أيوب. سؤال أصحاح 15 آية رقم 11، أقليل عندك تعزيات الله؟ وده سؤال لي وسؤال ليك وسؤال ليكي، يعني هل تعزيات الرب لينا قليلة وعشان كده احنا مهمومين وعشان كده احنا حزانة؟ أقليل عندك تعزيات الرب؟ كلا. لو انت ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع لازم تعرف ان تعزيات الرب ليك غير قليلة، تشجيع الرب ليك غير قليل. أقليلة عندك تعزيات الرب؟ لا، ده الآية بتقول كده، عند كسرة همومي في داخلي، لما يبقى بتحارب بهم بهم، تعزياتك يا رب، تشجيعك ليا جوايا يعزيني ويرفعني، تعزياتك تلذذ نفسي، ده أنا بغلب الهم بالتشجيع اللي باخده من الرب. أقليل عندك تعزيات الرب؟ لا، قول معايا لا، مش قليلة. أنا كل ما أتكلم مع الرب، الرب يشجعني، وتشجيع الرب تشجيع حقيقي مش مجرد كلام. ليه؟ أحد ألقاب الرب في العهد الجديد إله كل تعزية، كل، وكلمة تعزية في الأصل اليوناني تعني مش التعزية بس، التعزية والتشجيع والتعظيم، ثلاث معاني، إله كل تشجيع. فلما يقول لي أقليلة عندك تعزيات الله، قليلة عندك تشجيعات الرب، أقول له لا لا، الرب بيعزيني، الرب بيشجعني، الرب بيعضدني. ودي كلمات الرسول بولس في الرسالة، في بداية رسالة كورنثوس الثانية، رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس. شوف الرسول بولس بيقول إيه، مبارك الله، بيبارك الرب، أبو الرأفة، مصدر الرأفة، مصدر الحنان، مصدر الرحمة، وإله كل تعزية، وإله كل تعزية، يعني عنده تعزيات تناسب كل ما أجوز فيه من أمور مختلفة، وعنده تشجيعات، احنا قلنا إله التعزية يعني إله التشجيع، تشجيع لكل وقت ولكل حدث ولكل ظرف، عنده التشجيع اللي يديه جوه. أقليلة عندك تشجيعات الرب؟ لا مش قليلة. أقليلة عندك تعزيات الرب؟ لا مش قليلة.
بتعزيات الرب وتشجيع الرب بغلب الهم وبغلب الخوف وبغلب حالة الإحساس بالإحباط، بغلب الحزن. وده اللي اختبره الرسول بولس لما قال في هذه الآية: الذي يعزينا، الذي يشجعنا في كل ضيقتنا. في كل، شوف كل ضيقة، كل ضيقة نتيجة ضيقة عاطفية، ضيقة نفسية، ضيقة مالية، ضيقة صحية، أيا كانت نوع الضيقة، ضيقة بسبب الشغل، ضيقة بسبب الأفراد الأسرة، أيا كانت، مش قليلة أبدا 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 تعزيات وتشجيعات الرب لينا. إله كل تعزية اللي هي تعني إله كل تشجيع، تعني أيضا إله كل تعضيد. أنت النهاردة محتاج معونة، هو إله كل تعضيد. أنت محتاج معنوياتك ترتفع، هو إله كل تشجيع. أنت حزين كده وهتكتئب، إله كل تعزية. الذي يعزينا، الذي يشجعنا، الذي يعضدنا في كل ضيقتنا، في كل ضيقتنا، في كل ضيقتنا. يبقى سؤال أليفاز لو مواجهة ليا، أقول إيه؟ أقليلة عندك تعزيات الرب؟ أقول له لا، مش قليلة، كثيرة جدا، كثيرة. حتى أني أرمية قال له كده: عظيمة أمانتك، مرحمك كثيرة وأمانتك عظيمة. أقليلة عندك تعزيات الله؟ لا، مش قليلة، مش قليلة. لو انت حزين كلم الرب، هيطرد الحزن من جواك، مش هيسيطر عليك الحزن، وهيديك انك تفرح، والفرح هيديك قوة، لان فرح الرب ايه؟ قوتكم. انت شايل هم، ارمي همك على الرب، هيديك سلام، هيرفع معنوياتك، هيطمنك ويعزيك. أقليلة عندك تعزيات الله؟ باسم الرب يسوع تكون إجابتنا بإيمان لا لا لا، ليست أبدا بقليلة. رب بيعزينا تعزية ليست، في آية في الأعمال، بقليلة، تعزية قوية ليست بقليلة. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر صموئيل الثاني، لازلنا في أصحاح 17، بنكمل التأمل في اللي عمله أبشالوم ضد داود نتيجة أنه مشي ورا نصيحة حوشاي وممشيش ورا نصيحة أخي توفل. شفنا أخي توفل انتحر في الحلقة اللي فاتت، ونتيجة اني مشي ورا مشورة حوشاي اعطى وقت لداود عشان يستريح وعشان يحدد المكان اللي حارب فيه داود ضد الجيش اللي مع ابشالوم. ونتيجة ان ابشالوم مشي ورا مشورة حوشاي ما عادش في اورشليم، وبسبب انه ساب اورشليم غير مكانه، كان بسبب تغيير المكان بتاعه انه اتقتل. باسم الرب يسوع نبقى دايما في الاماكن التي يختارها لنا الرب وليست التي نختارها نحن لانفسنا. باسم الرب يسوع اعلن ايمانك، لان المكان اللي بيختاره ليك الرب هو اكثر مكان امن في العالم، حتى لو كان منطقيا هو أسوأ مكان في الأمان، لكن مدام الرب اختاره ليك يبقى ده أحسن مكان آمن ليك، وأحسن مكان تنجح فيه، وأحسن مكان لعيلتك. ليه؟ عشان ده المكان. لو تقول لي إن ده المكان اللي اختاره لي الرب أبقى مطمئن. لو هتبتدي تقول لي بقى المكان ده أحسن عشان كذا وكذا وكذا وكذا، أقول لك الحاجات دي موجودة النهاردة، ممكن بكرة ما تبقاش موجودة، وممكن مع كذا وكذا 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 الحلوة في المكان الجديد يبقى فيه كذا وكذا وكذا الوحشة اللي انت لسه ما اكتشفتهاش، النقطة الوحشة اللي انت ما اكتشفتهاش. لا، ابقى مطمئن لما تقول لي
أنا في المكان اللي اختاره ليا الرب واثق من كده. وإلهنا إله بيدي يقين، يديك يقين إنك أنت في المكان الصح وإنك بتعبد الرب في الكنيسة اللي من إيده الصح. الرب يديك اليقين ويقول لك لما تبقى شاكك وأنا في المكان الصح ولا لا، أقول لك يبقى أنت محتاج تقعد مع الرب وتتمسك بأن ده من امتيازات المؤمن، أن يعرف مشيئة الرب. تقول يا رب اعلني مشيئتك بقوة، مش عايز أشك، عايز أبقى عندي يقين أن المكان ده أنت اللي عايزني فيه، والمكان اللي عبودك فيه ده أنت اللي عايزني فيه، وأن مش أنا اللي بختار لنفسي، أنت اللي بتختار لي. يبقى خطأ أبشالوم انه مشي ورا نصيحه حوشاي ولم يسال الرب، ولو سال الرب الرب قال له كان قال له تصالح مع ابوك 100%، وكان نجا من الموت وبدا حياه جديده، لكنه لم يسال الرب. استشر الرب، اهم حاجه انك تستشير الرب مش الناس، استشر الرب، اسال الرب، قول يا رب اظهرلي مشيئتك، اظهرلي مشيئتك في هذا الباب الجديد، في هذا المجال الجديد، متمسك بانك تظهر لي مشيتك، لان انا مش زي ابشالوم، مش عايز امشي ورا مشوره حوشاي، انا عايز امشي ورا مشورتك انت. يقول الكتاب بقى داود كان عنده وقت، لان ابشالوم ما تحركش بسرعه، لانه مشي ورا مشوره حوشاي، مشورة أخطوفل نتحرك بسرعة، هو مشي ورا مشورة حوشاي فعطى وقت لداود. فداود عبر نهر الأردن واختار بقى عنده وقت داود، فاختار انه يبقى في مدينة محنايم، يبقى دي مدينة محنايم في شرق نهر الأردن، في المنطقة اللي تعرف باسم جلعاد، أو أهم حتة فيها جلعاد. وليه داود اختار محنايم؟ قيادة إلهية، لكن في أسباب. أولا إنها مدينة ذكريات عظيمة في الحماية، لأن اللي اتسمت محنايم عشان في الحتة دي يعقوب شاف ملايكة، جيشين من الملايكة، إن كلمة محنايم معناها جيشان، جيش ملايكة يحميه من عدو القديم لو فكر يهجم عليه، اللي هو العدو اللي سابه اللي هو لابان، وجيش عشان يحميه من العدو اللي هيشوفه بعد شوية اللي هو كان عيسو، الاتنين عايزين يضروه. فالرب أظهر له جيشين من الملايكة، كلمة محنايم يعني جيشان، فكأني لما اختار المكان ده، طيب ما إله يعقوب هو إلهي. وكتير تلاقي في المزامير، في بعض المزامير يعني، تتكرر إله يعقوب إله يعقوب إله يعقوب. داود في الوقت ده يقول إلهي وإله يعقوب، إله يعقوب معينني، إله يعقوب ينقذني، أصلي لإله يعقوب زي ما عمل مع يعقوب في محنايم، أنا موجود في محنايم الوقت يعمل معي. يبقى محنايم تمثل لداود ذكريات تأييد الملائكة ليعقوب، ولما الملائكة اشتغلت للابان، الملائكة تشتغل على لابان خلاص ما تحركش لإزاء يعقوب، واشتغلت مع عيسو، الملائكة أثرت على عيسو خليته شخص مسالم ولا يريد الانتقام من اللي عمله، لأن يعقوب أساء إلى عيسو جدا جدا جدا، وعيسو كان عايز يقتل يعقوب لكن الملائكة أثرت عليه. فمحنايم مكان حلو، فله رسالة، بيقدم رسالة في مكان تروح يقول لك، هو نفس المكان يكلمك يقول لك الرب زمان في المكان ده عمل معاك كذا وكذا وكذا وكذا، تشجع زي ما عمل معاك في الماضي هيعمل معاك النهاردة وهيعمل معاك بكرة، تشجع. في أماكن لما نروحها بيبقى ليها رسائل لينا، لأن فيها كان فيها اختبارات اختبرنا فيها الرب، أو كانت الأماكن دي أماكن الرب اتعامل فيها مع ناس نعرفهم. فهنا يا داود راح محنايم،
ده المكان اللي تعامل فيه الرب مع يعقوب وأنقذه من الخطر. أنا داود في خطر، الرب ينقذني وهيستخدم الملائكة زي ما استخدم الملائكة مع يعقوب، هيستخدمهم معايا. وعزيزي المشاهد قول أمين، نعم الرب يستخدم الملائكة معانا في التأثير على كل عيسو ضدنا وعلى كل لبان عايز يضايقنا. هاي الرب هيستخدم الملائكة في التأثير على أبشالوم وإبعاده بعيدا عنا. وفي نفس الوقت مع حنايم معناه أن أبشالوم هيعرف أن داود في الحتة دي، هيجي حارف في الحتة دي. لا ده مكان بقى سيء جدا 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 للجماهير الضخمة اللي مع أبشالوم، ما لهمش خبرة في الحتة دي لأن كلهم جايين من الأصباط وأغلبهم جايين من الناس ما حاربتش في الحتة دي، عكس اللي مع داود. مع داود كان مع ناس كتير أصلا من جلعاد وناس كتير تعرف المنطقة دي وتضاريس المنطقة دي وتعرف تتعامل مع ظروف الطبيعة. وده أحد الأسباب اللي إن نقول إن داود كان حكيم في اختيار محنايم. ليه؟ لأن هنا في غابات في المنطقة دي، والغابات دي أو شجر يعني كتير، شجر واطي وليه فروع، والناس الكتيرة اللي جاية مع أبشالوم ما تدخل في الحتة دي مش هتعرف في مين، هتقع اللي مش هعرف يمشي واللي فروع الشجر هتمسك فيه، وحتت بقى فيها شروخ في الأرض وفيها كمان وممكن تبقى وحوش عايشة وتعابين، حتت خطرة. داود بحكمته رجل محارب اختار المكان ده، الى جانب كده محنايم بلد فيها اسوار وتجهز له الحماية. يبقى اختار المدينة وما حول المدينة، الحتة اللي مليانة شجر كتير دي غابة عشان يواجه في المنطقة دي. هو عنده ناس متمرسة ومتمرنة وتعرف تحارب في هذه الأرض، أما أبشالوم ما عندوش ناس عندها خبرة، وكلهم جايين أغلبهم من الناحية التانية اللي هي غرب نهر الأردن، الحتة اللي تحت أورشليم واللي فوق بقى، وما عندهمش أي، وإفرايم ومش عارف إيه الأصباط دي، ما عندهمش أي خبرة بهذه الأرض، أرض مختلفة. يقول الكتاب ايه بقى؟ جاء داود الى محنايم، عرف ابشالوم فعبر ابشالوم الاردن، يبقى ساب ايه؟ ساب اورشليم وعدى نهر الاردن، هو وجميع رجال اسرائيل معهم اللي جايين من كل الاسباط، جيش ضخم جدا، لكن ما عندهوش، عنده الكم لكن ما عندوش الكيف. ناس كتير لكن ما عندهاش الخبرة بتاعت المجموعة القليلة 4000 اللي مع داود، وأرض غريبة عليهم أغلبهم ما يعرفش عنها حاجة، أرض غريبة في أنها خطرة ووعرة ومليانة شجر، والأرض بتاعتها فيها حتت شروخ ومجاري مية وحاجة يعني هيقعوا هيمشوا فيها يقعوا يتعصروا ويتخبطوا وتيجي تعبان من هنا يجي ذئب من هنا، أرض صعبة جدا ما يعرفوش عنها حاجة. وداود لما رأى الحتة دي كان عايز يقول لهم عايزين تحاربوني أنا موجود في الحتة دي. عبر أبشالوم الأردن، نهر الأردن يعني، هو وجميع رجال إسرائيل معه خطة للقضاء على داود. وبعدين يقول آية 25، وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش. لا عماسة ده ما ينفع، ما عندوش القدرة أن يبقى قائد جيش. يؤاب عنده خبرة طويلة مع داود، قاد معارك، ده هو اللي احتل مدينة أورشليم قبل كده، وبسبب احتلاله مدينة أورشليم داود عينه قائد. لا يؤاب عنده خبرة ضخمة جدا وحنكة حربية ومتمرس إنما عماسة ده جديد، ما عمره ما دخل حروب في الغالب،
وبعدين عماسة ده يبقى ايه؟ ده يبقى ابن خالة يؤاب، لان صروية اللي هي اخت داود ليها اخت تانية، بس اخت تانية مش شقيقة ليهم، لداود وصروية. من الاخت التانية دي جه عماسة، يعني عماسة ده هيعمل حرب ضد ابن خالته. شوف بقى اللي عمله ابشالوم، قسم العيلة وخلي العيلة تبقى ضد بعض. يعني قائد المجموعة اللي مع داود يؤاب هيبقى ضده عماسة اللي هو ابن خالته. الخطية تعمل كده والطمع يعمل كده. ويا مخوات راحوا المحكمة ضد بعض عشان الفلوس، بس الكتاب بيمنعنا من كده، احنا المؤمنين ما نعملش كده، ما نروحش المحاكم عشان نبقى ضد واحد مؤمن، لا، نروح الكنيسة تحكم بينا. انما شوف اللي عمله ابشالوم، الخطيه بتاعته ايه، قادت لايه؟ ان يبقى قائد الجيش بتاعه ابن خالد قائد الجيش بتاع داود، وسواء يؤاب او عماسه هما الاثنين يقربوا لداود. يعني انقسام داخل العائله، انقسام داخل سبط يهوذا، ده بسبب الخطيه، بسبب الكبرياء اللي كان وراء الانقلاب، والطمع، طمع السلطة اللي كان وراء الانقلاب اللي عمله أبشالوم. وبعدين يقول ايه الكتاب، آية 26، ونزل إسرائيل وإبشالوم في أرض جلعاد اللي اختارها داود، اللي رجالته منهم الكتير اللي عندهم خبرة بالأرض دي والغابة اللي في الحتة دي. ولاحظ معايا عزيزي المشاهد وانا بني هذه الحلقة الترتيب في الكلام. يعني في آية 26 يقول لك ونزل إسرائيل وإبشالوم، يبقى شعب اللي هو الجيش ثم إبشالوم، ده 26. بينما في آية 24 وعبر أبشالوم هو جميع إسرائيل، يبقى أبشالوم أولا وإسرائيل ثانيا. لكن ده إشارة كتابية للانحدار اللي مشي فيه ابشالوم، بعد ما كان ابشالوم اولا والناس اللي معاه بالناس اللي معاه اولا ثم ابشالوم. عايز الكتاب يديلك اشاره ان ابشالوم بدا طريق الانحدار بسبب كسر الوصية الرب اكرم اباك وامك، وبسبب انه انفصل عن الرب وصار مغرورا. عزيزي المشاهد، الرب يحمينا من خطايا أبشالوم ونحفظ في مشيئة الرب كل أيام حياتنا. أكمل معاك في الحلقة القادمة، إلى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أطهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.